اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن واحده كده طلعت تغني في الساحل اسمها ساره زكريا. ساره زكريا دي كانت عامله حفله او كانت بتغني في حفله في الساحل، وكانت لابسه شورت وفوقيه بادي وعليه قميص، وكانت بتغني. بتهيألي ساره دي بتاعت الاغنيه اللي بتقول اكسكيوز مي من الجميع، انا لا حبيب لا صديق، حاجه كده يعني، لان انا شفت الفيديو فتقريبا هي دي بتاعت هي اللي بتقول الاغنيه دي. وهي بتغني الاغنيه دي تلفظت بالفاظ مش كويسه، وعملت ايحاءات، انا اسفه في الكلمه اللي انا هقولها، ايحاءات جنسيه. فنقابه الموسيقيين اصدرت قرار بان هي ما تغنيش تاني في مصر، وغرمت منسق الحفله ياسر الحريري بغرامه 100,000 جنيه. ولما عملوا معاها مداخلة قالت ان هي ما اسقتش لحد، ان هي بتحترم مصر، شعب مصر، وكل الكلام ايه اللي بيبقى فض مجالس ده زي ما انتوا عارفين. اللي انا عايزة اقوله ان بتوع الساحل الشرير اللي بيبقى فيه الحفلات دي هم متنايلين على عينهم خلقة، مش ناقصين، تمام، مش ناقصين واحدة تطلع تغني لهم وياريته شورت، هو هوت شورت، وتزود التينا بلة تقول كلام مش كويس وتعمل إيحاءات مش كويسة. فاحنا مش ناقصين كل شوية ترموا علينا بلوة جديدة، وبعد ما البلوة تقع وشبابنا ينفعلوا أو يتفاعلوا معاها وتقع الفاس في الراس، تطلع نقابة الموسيقيين في الآخر زي إيه، دور الشرطة كده في الأفلام لما بتيجي في الآخر بعد ما الجريمة تحصل والضحية تموت وتتدفن وتتقطع، تلاقي الشرطة ايه جت في الاخر، فتطلع نقابة الموسيقيين في الاخر بعد ما المصيبة تقع تقولك احنا اصدرنا قرار بعدم دخولها مصر او ان هي ما تغنيش في مصر، ومش عارفة مين غرامة قد ايه. حضرتك الغرامة 100,000 جنيه مش هتفرق مع الاستاذ اللي نسق الحفلة ده في حاجة، لان هما بياخدوا في الحفله دي الوفات مؤلفه، فال100,000 جنيه اللي انت حضرتك حطيتهم غرامه هما مش هيفرقوا معاه في حاجه. ده اولا. ثانيا، ساعه الحفله بتاعت ترافيس سكوت قلنا ليه ما يبقاش فيه زي تحريات، او نعمل كده زي ندور في السي في بتاع الناس دي قبل ما يدخلوا يتزفتوا على عينهم، عشان احنا شبابنا مش ناقصه، عندنا فئه كبيره جدا في شبابنا ضايعه وعايزه اللي يلمها وعايزه اللي يلحقها. ليه ما تعملوش كده؟ ليه بتفوقوا بعد ما الفاس تقع في الراس وتيجي واحده زي دي تقول كلام سافل زي اللي قالته، وتعمل حركات سافله زي اللي قالتها، وخدت مبلغ وقدره طبعا، وطلعت في الاخر هي الكسبانه، هي مش خسرانه حاجه، وبكره وبعده الموضوع هينتهي وهترجع تغني تاني وهتشوفه وهتعرفه وهتسمعه. فليه بتفوقوا بعد فوات الاوان؟ ليه دوركم بيجي في الاخر بعد ما الفاس تقع في الراس؟ ليه ما تفكروش قبل ما تمضوا التصريح اللي هتدخل بيه واحده زي دي تغني في مصر؟ ليه ما تفكروش قبل ما تدوها التصريح؟ هم شبابنا حقل تجارب، ولادنا حقل تجارب، هم بتوع الساحل الشرير اللي بيحضروا الحفلات دي ويسمعوها ناقصين، ما هم متنايلين ب60 نيله خلقه لوحدهم. فارحموا شبابنا لان هو مش ناقص، وفوقه بلاش دوركم يجي في الاخر زي الشرطه اللي بتيجي في اخر الفيلم بعد ما القتيل بيتقتل. يا ريت تفوقوا وارحموا شبابنا وارحمونا من القرف اللي بنشوفه. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد.